وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في برنامجكم هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا زال الكلام عن وحديث مزرع، وإحنا قلنا الأساس في هذا الحديث أن نبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى زوجته. يعني هذا أمر مهم، أنك تعطي فرصة لزوجتك وخلها تتكلم وأنت استمع، وطبعا تستمع وكذلك يكون في تواصل بصري، ما يكون استماع بالأذن وفقط، يعني القلب يكون مع التلفزيون ولا يكون بالخارج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع استماعا جيدا. فقالت إحدى الزوجات: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. طبعا هذه بدت بمدح عظيم، يعني شنو قالت؟ قالت: مالك وما أدراك ما مالك زوجي، يعني هذا الرجال عجيب، وحتى أنا الأشياء اللي راح أذكرها لكم ترى هو أحسن من اللي راح أقوله، يعني أنا ما أقدر أوصفه لكم، أو اللي راح أقوله هذا قليل في حقه. زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. طيب شو معنى الكلام؟ أن كثيرات المبارك، يعني يكون عنده إبل كثيرة لما تبرك وتجلس في معاطن الإبل، قليلات المسارح يعني لما يمشون ما يمشون كلهم، يعني مثلا إذا يو 20 اللي يمشون 10، إيش معناته؟ معناته العشرة اللي خليتهم هذول للضيوف. فهذه ركز المرأة، ركزت على قضية الكرم، وهذا خلق عظيم ومهم جدا في الرجل، فالمرأة تحب الرجل أن يكون كريما. طبعا الفرق ما يكون مبدرا ومسرفا، لا، يكون كريما، يكون في موضعه، له إبل كثيرات المبارك قليلات مثلا، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني نوع من الآلات الموسيقية اللي استخدمونها قبل، وقلنا هذا الحديث من الجاهلية. طيب أيقن أنهن هوالك، يعني معناته شنو؟ أن في ضيوف جايين حق مالك فراح يذبحنا، أيقن أنهن هوالك. فالمهم أن المرأة هذه مدحت الزوج بالكرم، وطبعا الحديث هذا يعني لو تلاحظون أنه هو كريم معنا الناس، فهذا مهم عند المرأة، أنه والله أنا زوجي يكون قدام الناس كريما. يعني ترى في ناس شلون يكون بالبيت، لا ممتاز ويا زوجته، يشتري حق زوجته وعياله كل شيء، لكن مع الآخرين بخيل، يعني مثلا يمكن ما يعزم ربعه، يمكن مثلا ما يعطيهم الهدايا زين، فالمرأة تتضايق أن زوجي تمام بالبيت يعطينا الهدايا أنا وعيالي، لكن مع أبوي ومع أمي ومع أخواني وخواتي وربعه ومع أهله بخيل، ما تحب الخلق هذا، لا هو كريم مع الناس. وهذا طبعا أمر مهم، وأنه يفرح المرأة لما تشوف زوجها يكرم الناس، وطبعا كذلك حنا نفهم أنه إذا كان هو يكرم الناس كذلك يكرم المرأة، مع أن في ناس سبحان الله كريما مع الخارج وبخيلا مع الداخل، يعني أمواله وأخلاقه وابتساماته للخارج، يعني بخيل مال وبخيل خلق في البيت، ما احنا ما نبي كذي، احنا بالعكس نبي الأولى يكون أهلك. فالمهم قضية الكرم هذه مهمة جدا في الرجل، فالمرأة تحب الرجل أن يكون كريما، وطبعا هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، في من أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم، ويتصف الله سبحانه وتعالى بالكرم والجود سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما، الواحد لما يسأله يعطيه، يسألونه مرة ثانية يعطي عليه الصلاة والسلام، ما يخزن عليه الصلاة والسلام، يعني ما يعني يحفظ المال عنده ليوم ويومين وثلاثة وعشرين وسنة وسنتين، يوزع، يهتم بالآخرة عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المرأة مدحت الخلق العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به كل رجل، وهو خلق الكرم. أيضا من النساء التي تكلم، يعني
قالت إحداهن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يعني هذا لابد توقف عنده، يعني وصفت وصفا جميلا، والعلماء طبعا شرحوا، ويعني في الشرح يعني يكون في أكثر من قول، لكن من الشروح الجميلة يعني يقولون إن الفهد حيوان يعني فيه غفلة، قد يكون مثلا فيه كسل، بخلاف الأسد. يعني إحنا مثل إحنا الحين لما نمدح واحد لا هذا أسد يعني ما ينقص عليه، وشجاع ومقدام وقوي. فتقول هذه المرأة زوجي إذا دخل يعني دخل بيت فهد، وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. فقالوا المقصود إنها إن زوجي أمام الناس في الخارج ما حد يقص عليه، لا يخدع. طيب أما داخل البيت فهو متغافل، مغافل هو متغافل، ففرق. الغفلة مذمومة والتغافل ممدوح. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال المؤمن غر كريم، والمنافق أو الكافر خب لئيم. المؤمن غر كريم يعني متغافل، شلون؟ ولا يسأل عما عهد. يعني أنا جبت أمس مثلا اللحم والدجاج والسمك عقب ليكفي أسبوع، فأنا لاحظت أن زوجتي أعطت لي صديقتها ولأختها تتصدق وتهدي، طيب يمكن أنا ما أكون راضي، فعقب يومين قالت يا أبو فلان نبي بعد لحم، نبي سمك. طيب أنا جايب اللي كفي أسبوعين، فشلون خلص خلال 3-4 أيام؟ فأقول لهم إن شاء الله حاضر، ما أقعد أحاسبها، ما أقول لها وين راح اللحم وين راح الأكل والحليب وغيره من الأمور، أنا توني جايب. طيب فيتغافل، هو يعلم أين ذهبت بالطعام ولكنه يتغافل، وذلك لكرم خلقه. لكن أمام الناس لا، ما يخدع. الشيء مثلا اللي بعشرة يبيعون عليه بأمية، لا ما يخدع. طيب لكن عند المرأة عند الزوجة هو سهل متغافل، ولا يسأل عما أحد، يعني ما يقعد يحاسب الزوجة على كل شيء، والله أنا جبت الشيء الفلاني باليوم الفلاني بالكمية الفلانية. خلاص أنت تأتي بالطعام لأهلك، طيب وإذا انتهى الطعام تأتي بغيره إذا طلبوا منك، والحمد لله. السهولة هذا أمر مهم جدا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام سهلا في تعامله مع أزواجه، مثل ما ذكرنا الحديث، وأحب أن أكرر هذا الحديث، حديث جميل: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن كره تركه. بس السهولة في التعامل. فالمهم هذه المرأة مدحت شنو؟ خلق التغافل في الزوج، إن ما يقعد لها على كل صغيرة وكبيرة، أحاسب زوجتي على كل صغيرة وكبيرة، لا، زوجتك وأنت لما تدفع أي شيء لأهلك فهو لك صدقة. فينبغي على المسلم أن يحتسب. شو معناته يحتسب؟ لما أنا أروح الجمعية أو لما أطلب لهم من المطعم احتسب أن ترى صدقة هذا لأهلي، ورب العالمين يأجرني على ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في الدنيا، وكذلك أن يجمعنا في الفردوس الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله.